طبعا المحبس هذا هو اللي راكب هنا بهذا الشكل. لاحظ هنا سنة داخلية وهنا سنة داخلية، هذا يسمونه محبس منفذين. عندنا المحبس منفذين اللي زي هذا الشكل، يكون سنته داخلية، نلاحظه يكون تركيبه له طريقتين في التركيب. أول حاجة لما يكون عندك غاز مركزي، إيش تركب له؟ الغاز المركزي لازم له منظم، إذا الغاز الخارجي مركزي فلازم له منظم. فممكن نضيف عليها النبل السنة العكس اليسار هذه، يكون هنا السنة يمين تركب على هنا والسنة الثانية يسار عشان يركب عليها المنظم، فبيكون بهذه الطريقة. هذا لما يكون عندك غاز مركزي، تمديدات خارجية مركزية الغاز. بهذا الشكل بعدين نركب المنظم، يا هذا الشكل يا هذا الشكل، كلها تركب بيكون بهذه الطريقة. أو زي هذه الطريقة، أو الشكل الثاني هذا. هذا الشكل. كل هذه راح تركب معاك إذا كان غاز مركزي. طيب الحالة الثانية، إذا كان عندنا أنبوبة غاز الأسطوانة العادية حق المنزل البرتقالية، وكان في تمديد داخلي للمنزل مثلا في الحوش، يكون مركب عليه منظم منزلي، فما يحتاج ان نركب هذه كل الاشياء. ممكن نركب النقاص اللي زي كذا على طول دايركت في المحبس، ثم لي غاز على الفرن نفسه بهذه الطريقه. بس اهم حاجه انه يكون انبوبه غاز خارجيه المنزليه العاديه البرتقاليه، ويكون الضغط منخفض، ضغط الغاز منخفض او 90 مليبار، ما يكون الضغط العالي.